أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى، ونستهلها بالعناوين. عودة الهدوء إلى عدد من جهات البلاد بعد ليلة من المواجهات تخللتها أعمال نهب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. الشاهد يؤدي زيارة ميدانية إلى رمادة وذهبة ويصرح بأن الاحتجاجات الليلية هي أعمال نهب واعتداء على الأملاك. مؤشرة سياحية إيجابية تسجلها جزيرة جربة ويؤكدها اختيار وكلاء أسفار من فرنسا لإقامة مؤتمرهم السنوي بالجزيرة. عاشت بعض المناطق في مختلف أنحاء الجمهورية ليلة أمس جملة من التحركات الاحتجاجية المنددة بالزيادات التي تضمنها قانون المالية للسنة الحالية، تحركات سرعان ما تحولت إلى أعمال نهب وتخريب للأملاك ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن. وفي تونس الكبرى هدوء موصوف بالحذر تستعيده كل من مدينة تبربة وحي التضامن وحي الانطلاقة بعد حالة من الاحتقان، وما زالت العديد من المطالب التي تتعلق بالتنمية وبالتشغيل مرفوعة من قبل المحتجين. منطلق التحرك الاحتجاجي ليلة أمس في بعض مدن تونس الكبرى، يقول عدد من أهالي حي التضامن وكذلك حي الانطلاقة، وضع انتقالي منذ الثورة لم يأتي بالتغيير بقدر ما رسخ حيفا بحقهم، تحرك أريد له أن يكون مدنيا سلميا ولا يتوسل الظرف لممارسات تخريبية وإجرامية. قبلش بتبيع يا اخي، ما بتبيع فيقوا تلهو بينا، ما نقبلش فما حتى واحد يقبلها، فهمتني؟ تلهو بينا نحن كشباب تاع حي التضامن، تلهو بينا ما كناش لاهين بينا جمله. دخلنا في العام الثامن، معناها شيء قاعد يتراكم، معناها مسؤوليه قاعده تتفرج العباد الزواوله وهم اخويا شيخين. معناها نحكوا على غلاء ومش نحكوا على كذا، ومش نحكوا على المعيشه ومش نحكوا على كذا، 10 حكومات في 7 سنين، 10 حكومات في 7 سنين، اصبروا، والديمقراطية والحرية. الفقر لا يبرر، يؤكد أهالي المحتجين عملية النهب والسرقة التي طالت ممتلكات عامة وخاصة طيلة ليلة أمس وترافقت مع تهشيم وتحطيم، لكنه قد يفسر حالة من الإحباط وفقدان الأمل تعمقت مع غلاء موصوف بالفاحش في الأسعار وتعمق البطالة وضعف التنمية. الأجواء بتاع البلاد تركح، ولولا سعر ارتفعت انا ما عادش عندنا، ما عادش عملنا باش ياكلوا. راهو المواطن كلها ضعف فيها الفقراء، ما عادش لا شخالته لا حتى شيء. يمشي المريض وش عم تاع البرود وفهمت ولا لا، السفنير ما نعرف قداش، البطاطا ما نعرف قداش، جاي نعطيك 500 انا تويك وامشي بيدي، جيب لي ترزيت. وخاطر هذيكم يحكوا في بلاتوات حكايتهم فارغه وديما يكسرنا في ريوسنا بحكايتهم الفارغه، انا هم ما همش عاملين حتى شيء للشعب تونس، لاولاد تونس لنساء تونس. فاش لي متوفي من 2012 ثلاثة صغار ما لقيتش باش نوكلهم، مد في يدي للعباد توكل فيا وتشرف فيا، ما خلتش باش نقريهم، بطلتهم القرايه. حي التضامن والانطلاقه شهد في الواقع ليله امس حاله احتقان موصوفه بالشديده، وجرت مواجهات بين الامن وعدد من الشبان الذين عمدوا الى رشق الوحدات الامنيه بالحجاب شأن مدينتي تبربة والبطان بعنوان الاحتجاجات على الزيادات الأخيرة في الأسعار. ونقلت وزارة الداخلية أن عددا من الشباب قاموا عشية أمس بإشعال العجلات المطاطية وقطع بعض الطرق وبتعطيل حركة القطارات، ما اضطر الوحدات الأمنية إلى التدخل لإعادة حركة القطارات وتحرير مسار السكة والطرقات وللسيطرة على الوضع ولتفريق المحتجين باستعمال الغاز المسيل للدموع. وقف التران، ناس محتجين عاديين معناها من غير ضرب من غير تكسير، جاء حكى معاهم الحاكم على اساس انه شو شوفوا طلباتكم، هما طلبوا الوالي، صار معناها كيما يقولوا مماطله، ما جاش الوالي، وزادوا قالوا لهم باش ناخذوا طلباتكم، ما جاش الوالي، ومن بعد جاء الحاكم وجات التعزيزات وضرب الحاكم بالغاز، فهمتني، ونساء كبار وناس دايخه ونساء مروحه من الخدمه، فهمتني، فوضى كبيره معناها صارت. هربت العباد وبدت في مشي باله هو باش يهربوا، العباد سيء ضربوا 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 بالغاز كل شيء، وداموا بعد على المركز العباد حبوا يكسر، ما كسر المركز، ثم واحد هاي المركز وراي هذا اللي حرقوه. ونفت وزارة الداخلية ما تم ترويجه في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من إشاعات قالت إنه لا أساس لها من الصحة، على غرار الادعاء بوفاة شخص بجهة تبربة نتيجة دهسه من طرف سيارة أمنية. وبينت في بلاغ أنه بحسب تأكيدات الطاقم الطبي بقسم الاستعجال بتبربة من ولاية منوبة أين تم قبوله لتلقي الإسعافات الأولية، فإنه كان في حالة غير طبيعية وأن جسده لا يحمل أي آثار عنف ودهس، إضافة إلى أنه مصاب
مرض مزمن يتمثل في ضيق التنفس، وقد تم نقله اثر ذلك الى مستشفى الرابطة بالعاصمة. ورغم تدخل الاطار الطبي واجراء الاسعافات اللازمة الا انه فارق الحياة، وقد احيل على قسم الطب الشرعي بمستشفى شارنيكول. كما أقدم عدد من المحتجين الليلة الماضية بمدينة الكتار على حرق القباضة المالية بعد إتلاف جميع محتوياتها، بالإضافة إلى حرق مركز الأمن بالجهة وسرقة وإتلاف معدات المستودع البلدي بعد غلق الطريق وإشعال العجلات المطاطية. هذا ما تبقى من القباضة المالية بالكتار، دخان متصاعد وأكوام من الوثائق الرسمية وحجج الملكية لمواطني المنطقة أتلفت بالكامل بعد عمليات السرقة والنهب ثم الحرق التي طالتها الليلة الماضية بعد اقتحامها من قبل محتجين. كل شيء يحمس، فما وثائق عباد وناس وكذا، هذا القباضة راهي مؤسسة، الناس كل هي اللب نتاع الدولة، راهي نشوف كل شيء ما بقى حتى شيء، حتى أوراق خاصة هزوها وكل شيء ما بقى حتى شيء، تشوف رماد ودخان. فرصة استغلوها العباد، الناس المندسة في وسط العباد يحبوا يحرقوا يحبوا يخربوا يحبوا يسرقوا، فمش علاش اللي يحب يتكلم على حاجة غالية ولا ما عجبتهاش في البلد مش بالطريقة هذه، مش يحرق إدارة نتاع ناس فما حجج وفما أوراق وفما دوسيات نتاع عباد. منعناها المرة الأولى، لكن المرة الثانية مشت بكل من اللي بدت نكمل جوز كراب جو منقفش شباب كهرباء، حبست لوطة كادات قري وكهرباء بيضة برلنقو، بعد ما خلعوا الكوفر ما يقول في حد شيء، هزوا رواحهم ومشوا. احتجاجات ليلية انطلقت بغلق طريق الوطنية رقم 15 رابطة بين ولايتي قفصة وجابس عبر حمولة لشاحنة تنقل الفوسفات وإشعال العجلات المطاطية. شملت الاعتداءات مركز الأمن الوطني والمستودع البلدي لبلدية الكتار الذي أتلفت وسرقت أغلب محتوياته. لا نخدم في البلدية، أنا كمواطن، أنا مواطن بنيت عمي نخدم نحافظ، نحب نحافظ على بلادي، نحب الشباب إذا كان باش يطالب على خدمة ولا يطالب على زيادات يطالب في النهار ويطالب يزمة بأمور سلمية ويطالب يزمة يعرف باش يحكي، مش يعقب الليل خلي الناس ما ترقد ويمشي يسرقها الدنيا كل تفتف. أهالي مدينة الكتار عبروا عن رفضهم المطلق لهذه الاعتداءات التي طالت مرافق المنطقة الحيوية من قبل مجموعات مخربة كان هدفها مفضوح لاحتجاجات ليلية طالت أغلب أحياء مدينة قفصة الرئيسية وأسفرت عن عدة إيقافات. وسجلت القصرين المدينة ومعتمدية تالا عودة للهدوء النسبي بعد ليلة من الكر والفر بين قوات الأمن الوطني ومحتجين، بعد أن أغلقوا مفترقي حي الزهور وحي النور ومفترقي مدينة تالا التي شهدت محاولة اقتحام لمنطقة الأمن الوطني، كما اقتحم منحرفون المستودع البلدي بالقصرين المدينة وقاموا بسرقة أكثر من 30 دراجة نارية. تمكنت الوحدات الأمنية من استرجاع 4 منها وإيقاف 9 شبان. احتجاجات في القصرين امتدت أمس تقريبا من منتصف النهار حتى شيء تقريبا الأواخر الليل، ثم هدأت الأمور. وبالنسبة للقصرين تسجل اعتداء على مقر المستودع البلدي وتم اقتحامه وسرقة تقريبا 34 دراجة نارية محجوزة. بالنسبة لبعض التحركات صارت أغلبها في الليل وعبر يعني عبر إشعال العجلات ورشق قوات الأمن بالحجارة، وكما قلت تم التعامل بحرفية من قبل قوات الأمن والوضع هادئ الآن. وسط دعوات بالمحافظة على سلمية التحركات الاحتجاجية في ساقية سيدي يوسف، تتواصل الاحتجاجات لليوم الخامس على التوالي، والمحتجون يطالبون بالتنمية وبالتشغيل. تواصل اليوم إغلاق مختلف مداخل ساقية سيدي يوسف وسط حالة من الاحتقان في صفوف الأهالي بسبب ما اعتبروه لا مبالاة الجهات المعنية بمعاناتهم وبمطالبهم في التنمية والتشغيل.
أهالي منطقة الزعارير اللي لا عملوا تكسير لا عملوا فوضى لا عملوا أي شيء، ما طلبهم هي التشغيل. موجودة معامل، علاش الدولة ما تشجعش المعامل؟ علاش أراضي الدولية ما تقسمهمش على شباب تخدم على أرواحها؟ علاش كلها كان بيروقراطية وبرا يجيب لي ورقة ورقة؟ المحتجون أغلقوا كذلك المعبر الحدودي رافعين شعارات تندد بتردي الأوضاع الاجتماعية وبتواصل سياسة المماطلة في التعاطي مع قضايا الجهة. عندنا ثلاثة مطالب، عندنا معمل استكمو يسريقل، وعندنا المنطقة الحرة بين الجزائر وتونس يزم السيق، وعندنا المطلب الرئيسي الاخر نتاعنا، عندنا الثقة الرئيسي بين جندوب والسيق. ظهري مشي حاجة كبيرة هذه، نحن مش طالبين اخويا اعطيني انا نخدم توريك داري ووريك روحي وما كيفاش بثمانينات يا رسول الله عندنا خمسة معامل 2017 ما عندناش حتى معامل. تبعثوا لنا وفد وزاري يلبي لنا طلباتنا، طلبات الشباب العاطل على العمل. مكونات المجتمع المدني اصدرت بيانا مشتركا اكدت من خلاله التمسك بمطالب الاهالي، مهددة بتصعيد الاحتجاجات ومنددة بما اعتبرته الفشل في إرساء منوال تنموي يقطع مع معاناة مختلف الشرائح الاجتماعية بالجهة. استرجاع معمل السكمو وطرحه من قبل السلطة كمنطقة صناعية جاهزة للاستغلال، تفعيل اتفاقية ربط مدينة سقيط سيدي يوسف بالغاز الطبيعي عبر الأنابيب من القطر الجزائري الشقيق، تزويد جنوب منطقة المعتمدية سيدي رابح بالماء الصالح للشراب، ترقيم وتحسين نوعية الطريق الرابطة بين الساقية عبر سيدي رابح، تمتيع المواطنين المعنيين من موارد الرزق التي تمت برمجتها بمساهمة كافة أطراف المجتمع المدني في محاضر جلسات موثقة. وقد تعطلت الدروس بالمؤسسات التربوية وأغلقت بعض المحلات التجارية والمؤسسات الإدارية أبوابها وسط دعوات بالمحافظة على سلمية هذه التحركات الاحتجاجية. ويحيي أهل رقاب من ولاية سيدي بوزيد اليوم الذكرى السابعة ليوم الشهيد، وقد انطلقت من أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل مسيرة شارك فيها عدد من الأهالي الذين طالبوا بالكشف عن القتلة الشهداء وطلبوا أيضا بحقهم في التمييز الإيجابي منددين بغلاء الأسعار. بقراءة فاتحة الكتاب على الشهداء الخمسة وتحية العلم على أنغام النشيد الوطني، أحيى أهالي الرقاب من ولاية سيدي بوزيد الذكرى السابعة ليوم الشهيد، مناسبة غلب عليها الطابع الاحتجاجي لما اعتبروه تعطل التنمية وغياب حلول تشغيلية واضحة لأبناء الجهة وفق تعبيرهم. 9 جرام فيه هو جزء من تاريخنا نحتفل به، للحقيقة مرت الذكرى السابعة ونحن نحيي عيد الشهداء. لم يتغير شيء إلى اليوم، التنمية غائبة، الأوضاع لم تتغير، التشغيل غائب، بطالة مستفحلة، سنين ماتوا فيهم شهداء من غير حتى جدوى، ما ثمش حتى حاجة، حتى مؤشر باهي. المواطن زاد تعب، حتى المؤسسات اللي جرينا عليها باش تتعمل لنا في البلاد ثم تباطؤ كبير حتى في فتحها. هذه رسالة للحكومة حتى تستفيق، لأنه بوادر الاحتقان لازالت موجودة مثل ديسمبر مثل الآن. قانون المالية لسنة 2018 كان حاضرا خلال تظاهرة يوم الشهيد، حيث تطرق عدد من المتدخلين إلى تداعياته السلبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس. للأسف رغم أن الذكرى هي ذكرى شهداء، ولكن لابد من أن نتطرق إلى الوضع الاقتصادي، إلى الوضع السياسي في البلاد. الوضع الاقتصادي لم يتغير، المواطن أصبح يعاني، يكون عليه اشتعال الأسعار في كل الأسواق، وهو ما يجعل المواطن غير قادر على أن يعيش حياة كريمة. السيد رئيس الحكومة أخطأ في حق الشعب، لأنه انزل على المواطن العادي وعلى اللي يدفع في الأداء للحكومة وسكت على المهربين. في الوقت الذي يفتخر فيه أهالي رقاب بما قدموه من شهداء ضحوا بأرواحهم في سبيل عزة تونس ومنعتها، ما زالوا يتطلعون إلى أن يتغير واقعهم الاقتصادي والاجتماعي نحو الأفضل. للتلفزة الوطنية التونسية، نوفل الحرشاني، أرقاب، سيدي بوزيد. رئيس الحكومة يوسف الشاهد وفي تصريح إعلامي أكد أن ما شهدته بعض المناطق بتونس الليلة الماضية لا يعد احتجاجا، بل هي أعمال سرقة ونهب واعتداء على أملاك التونسيين، مؤكدا أن الدولة تكفل الحق في التظاهر السلمي، لكنها في هذه الحال سوف تقوم بتطبيق القانون ضد كل من يقوم بعمليات النهب والاعتداء على التونسيين وأملاكهم ومن يقوم بتحريضهم.
صار البارح في الليل، انا كنت قلت ماهوش احتجاجات اللي صار البارح في الليل، صار كسر ونهب وسرقه واعتداء على حقوق التونسيين. وكما قلت راهو معناها حق التظاهر مكفول بالقانون والدستور التونسي، الحكومه تستمع الى كل معناها مواطن عنده مشكل ويحب يتظاهر بطريقه سلميه، اما هذا الكسر والنهب هذا معناها ما نجمو كان تبقى عليهم القانون والاطراف اللي وراهم. بالنسبة للمعناها اللي صاير كما قلت معناها مسألة غلاء الأسعار هذه فما تهويل في العملية، تونس تمر بصعوبات ما قلناش لا، ولكن ديما نقول فما بوادر إيجابية، الأمور ستتحسن. قلت إن شاء الله 2018 يكون آخر عام صعيب وآخر ميزانية صعيبة، لأنه فما مؤشرات حقيقية نشوفوا فيها في الاقتصاد التونسي قاعدة تتحرك. فاليوم مطالبين أنه الناس كل تبتعد على أعمال العنف هذه، ومعناها ترجع تتحدث مع بعضها، الحوار هو الحل الوحيد، وهذا كل ما هو عنف وكل ما هو هذا غير مقبول، وسنكون معناها ما نجموش معناش حل آخر غير تطبيق القانون. كل ما هو تظاهر سلمي وفي إطار القانون احنا نحميه وهذا دورنا ونستمعوا إليه، خارج هذا ما عندناش حتى حل آخر كما قلت. لكن الناس يجب تفهم معناها وضع صعيب، والدول كل ضحات وفترة صعيبة، من هولوش مسألة غلاء الأسعار، فما معناها العديد من الإشاعات قاعدة تخرج شوفوا فيها في الفيسبوك إلى آخره. احنا أيضا من واجبنا التوضيح، الأحزاب أيضا والمنظمات الناس كل تشتغل على معناها تهدئة الأوضاع، ومعناها حتى يكون أفضل مستقبل أفضل لتونس والشباب هذا. وحول ما تعيشه بعض الجهات من تحركات، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن كل فرد له الحق في التعبير عن رأيه بالاحتجاج السلمي والمنظم. وشدد الطبوبي أثناء إشرافه على المؤتمر 11 العادي للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير، شدد على رفض المنظمة الشاغلة أن تتحول هذه الاحتجاجات إلى نهب المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة. ما نختلفوش اثنين أني كل إنسان بيزم يعبر على رأيه بالاحتجاج السلمي والمؤطر والمنظم، سواء كان حزب سياسي مش يدعي إلى احتجاج يلزم يكون مؤطر ويتحمل مسؤوليته أو اجتماعي، ولكن ما نقبلوش تحت جناح الظلام أني معناها تتحول إلى نهب المؤسسات الخاصة والعامة والممتلكات، هذا مرفوض، ليس بنضال معنى اجتماعي أو ليس معنى باستحقاقات معنى اجتماعية. احنا ثم غلاء معيشة، ثم ظروف صعبة مر بها البلاد، وأنا سمعته في الكلمة نتاعي في تعديل العاجل لعديد الأجور الضعيفة من جريات التقاعد إلى العائلات المعوزة إلى المفقرين إلى المهمشين، هذا ما نختلفوش فيه. أما أن تصبح معناها بالأسلحة البيضاء وبالهراوات باش نفكوا ونغتصبوا ممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة، فهذا مرفوض، هذا يعتبر عصابات ولا يعتبر معناها ممارسة ديمقراطية. وقد تحول رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مستهل زيارة غير معلنة صباح اليوم إلى ولاية تطاوين، وتحديدا إلى رمادة وإلى المعبر الحدودي بذهبة، حيث بيّن أن مراحل إنجاز الجانب المدني من مطار رمادة العسكري متقدمة، كما اطلع على جاهزية القوات المسلحة بثكنة رمادة. من مقر قيادة الفيلق الترابي الصحراوي الأول برمادة، انطلق رئيس الحكومة مرفوقا بوزير الدفاع الوطنية في زيارته الميدانية إلى المناطق الحدودية بمعتمديتي رمادة وذهبة، متابعة لجاهزية الوحدات العسكرية لتأمين الشريط الحدودي التونسي الليبي الجزائري ومجابهة خطر الإرهاب. احنا جاهزين 100% لتصدي الخطر الإرهابي بفضل المجهودات، مجهودات الدولة ومجهودات الحكومة اللي سخرت إمكانيات كبيرة، إمكانيات مادية، إمكانيات بشرية، قواتنا الأمنية والعسكرية حققنا نجاحات، ولكن ديما نقول يجب نقعدوا فايقين، راهو خطر الإرهاب مازال موجود. تونس من أحسن الدول اليوم في مكافحة الإرهاب، معناها حبينا نكونوا قراب إلى جنودنا ونرفعوا لهم معنوياتهم. وفي معبر ذهبة وزن الحدودي وفي محيطه في نقاط مراقبة ضمن الترتيبة الدفاعية للحدود التونسية الليبية، عاين رئيس الحكومة جاهزية وحدات الجيش الوطني ومختلف الأسلاك الأمنية والديوانة التونسية العاملة بالمعبر، إلى جانب معاينة أشغال تهيئة معبر ذهبة الحدودية التي رصدت لها ميزانية تقدر ب 12 مليون دينار تونسية. ثم أشغال هنا، مشروع انطلق إن شاء الله نسبة التقدم 70%، إن شاء الله في ظرف 3 أو 4 أشهر يكون جاهز تماما لتحسين معناها قبول الإخوة الليبيين وتسهيل معناها حركة السير. منطقة حساسة معناها، والشريان الحقيقي
حيث أن كل شيء يتعدى من هنا، مسلك آمن مراقب، حيوانات، منتجات حيوانية، منتجات نباتية، وكله تحت المسافرين. المعبر الحدودي هذا تراه أكبر مرفق في الولاية، وقادر راه يستوعب عديد المواطن الشغل المطلوب اللهو به والعناية به وتوفير عديد الخدمات. زيارة رئيس الحكومة إلى المنطقة مثلت مناسبة أيضا للاطلاع على سير أشغال تحويل جزء من مطار رمادا العسكرية إلى مطار مدني باعتمادات ناهزت 16 مليون دينار. ما قلت هذا تحويل المطار نجم يعطي حركية كبيرة للجهة، وأنا كنت وعدت به في زيارة تطوين، فما أشغال متقدمة وأشغال متعطلة ربما. جاهزية عالية لمختلف الأسلاك الأمنية والعسكرية لتأمين الحدود يسندها سعي إلى تركيز تنمية حقيقية بالمناطق الحدودية. تلك عناوين هذه الزيارة غير المعلنة لرئيس الحكومة. إلى ولاية جابس، ومرة أخرى تطرح مسألة نقص أطباء الاختصاص في المستشفى الجهوي إلى جانب العديد من النقائص الأخرى التي أثرت على جودة الخدمات. يعد المستشفى الجهوي بجابس من أهم المؤسسات الصحية بهذه الجهة، مؤسسة يقصدها يوميا عدد كبير من المرضى من داخل الجهة وخارجها، وهو ما تسبب في اكتظاظ ملحوظ بالعديد من الأقسام ومن بينها قسم الاستعجالي. الصباح فما طبيب واحدة تعدي الاستعجالي، تعدي كل طبيب واحدة، معناتها نقص أطباء. القسم نتاعنا للأسف الشديد يشكو من نقص حاد في الأطباء ولا الأعوان الطبية ولا شبه طبية. لازم يولي معناتها مستشفى جامعي، باش يجيو لي ريزيدون أكثر، باش يجيو لي زانتيرن أكثر، معناتها الأطباء المقيمين والأطباء معناتها المتربصين باش يجيو أكثر نومبر، باش الخدمات تولي أحسن. إدارة هذه المؤسسة تعمل على تطوير هذا القسم وقدمت ملفا لجعله جامعيا منذ أكثر من سنة، إجراء لم يقع اتخاذه إلى اليوم من قبل سلطة الإشراف رغم توفر كل الشروط اللازمة لذلك. وإن شاء الله المستشفى الجامعي في المشروع الجديد هذا اللي خذنا عليه أصداء جديدة، معناها على أساس في تغيير صبغة الأرض، عندنا أخبار معناها باهية جايتنا على أساس في تبديل الصبغة، وباش يبدأ معناها النقاش على المستشفى الجامعي بصفة رسمية من كي ناخذوا نبدلوا الصبغة نتاع الأرض هذه اللي هي أنكور، وحسب المعلومات اللي عندي سي صارت معناها تبديل الصبغة. المستشفى الجهوي بجابس يحتاج حسب البعض إلى لفتة جادة من وزارة الصحة بما يوفر خدمات جيدة للمواطنين. في مشهد إيجابي وبالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب، تعود جزيرة جربة من جديد لتحتل صدارة اهتمامات السوق السياحية الفرنسية. 300 وكيل أسفار من فرنسا قدموا إلى الجزيرة لعقد مؤتمرهم السنوي، هذا المؤتمر الذي يهدف إلى مزيد الترويج للوجهة التونسية. 300 وكيل أسفار يختارون جربة لعقد مؤتمرهم السنوي، هذا المؤتمر يأتي في إطار مزيد الترويج للوجهة التونسية كأول وجهة للسوق الفرنسية، وذلك من خلال مضاعفة عدد الرحلات وعدد السياح إلى تونس. نحن سعداء بتنظيم مؤتمرنا السنوي في جربة، ونؤمن بقوة بإمكانية إعادة الثقة للوجهة التونسية، ونحظى هنا بشراكات متميزة مع أصدقائنا التونسيين. نحاول هذه السنة أن نعود بقوة إلى تونس من خلال مضاعفة الأعداد لنصل إلى حدود 30,000 سائح. عزيز القطاع السياحي بثلاث وحدات سياحية لمتعهد الرحلات توماس كوك سيساهم في عودة السوق الفرنسية بتسجيل مؤشرات أفضل لهذا الموسم، مؤشرات سيعمل المهنيون على إنجاحها بتوفير أحسن الخدمة السياحية. عودة كبرى متعهدي الرحلات إلى تسويق الوجهة السياحية التونسية، اليوم معنا توماس كوك، زاد ما نساوش فما توي وتوماس كوك اللي من بلجيكا ومن أنجلترا اللي كان عليها حظر معناها السفر على تونس، نحل حظر السفر، وكبرى متعهدي الرحلات توا يبرمجوا لتسويق الوجهة السياحية التونسية في سنة 2018 حسب معناها المعطيات الأولية اللي عندنا، هو باش يضاعف البرمجة الجوية نتاعو لسنة 2018، وباش يفتح نزل أخرى في جربة وفي مستير وفي أماكن أخرى، وهذا شيء إيجابي جدا للوجهة السياحية التونسية. تشارك مع المهنيين كسواء برا ولا في تونس، المؤتمر هذا باش يزيد كما نقولوا نحن يفابوستي المبيعات بالنسبة لصيف 2018 وشتاء 2018-2019. إذا احنا نستغلوا هذا وجود 300 وكيل أسفار معاهم صحفيين مختصين في السياحة اليوم مش يزور
يزوروا زاد خلاف المؤتمر نتاعهم اشغال المؤتمر مش يزوروا جربة، مش يزوروا زرزيس، مش يمشوا زياره لتطاوين. هذا الوفد السياحي الفرنسي سيعمل الى جانب اشغال مؤتمره على امتداد 4 ايام، سيعمل على زياره وحدات فندقيه بكل من جربة وجرجيس، اضافه الى اماكن اخرى من الجنوب التونسي للتعرف على المنتوج السياحي والتسويق له بفرنسا. نصل إذن إلى ختام النشرة ونذكركم بالعناوين. عودة الهدوء إلى عدد من جهات البلاد بعد ليلة من المواجهات تخللتها أعمال نهب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. الشاهد يؤدي زيارة ميدانية إلى رمادة والذيبة ويصرح بأن الاحتجاجات الليلية هي أعمال نهب واعتداء على الأملاك. مؤشرات سياحية إيجابية تسجلها جزيرة جربة ويؤكدها اختيار وكلاء أسفار من فرنسا لإقامة مؤتمرهم السنوي بالجزيرة. ويمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. في الختام إليكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.